إلى نادي الزمالك. نادي الزمالك يردد بعض المقربين من رئيس النادي أن هناك ثري عربي تعهد بتجديد عقد فرجاني ساسي. ثري عربي تعهد بتجديد وتحمل راتب فرجاني ساسي. فرجاني بياخد له 1,800,000 يورو في السنة، فهيجدد، هيبقى العقد بيزيد والحكاية والرواية والطردية فهم بيقولوا ان في ساري عربي هيتحمل هذا الامر. انا اظن ان هذا الكلام صعب انه يحصل، وان الثري العربي الذين يلوحون او يستخدمون اسمه من الصعب ان يفعل ذلك. الناس بتتعلم من اخطائها، وبالتالي مش هيخش تاني السوق المصري. والكلام ده اللي وصلنا انا من بعض المقربين من مرتضى برضو، قلت له صعب، الكلام ده هجس والكلام ده ما يحصلش، وهذا الرجل لن يكرر افعاله مره اخرى، وان هو صعب تاني ان هو يخش يبقى بيدعم نادي الزمالك في صفقات وحكايه وروايه، لكن هذا ما يتردد. النادي المصري طلب من نادي الزمالك 1.5 مليون دولار زائد عمر السعيد نهائي وعنتر رفضوه، مقابل محمود وادي مهاجم النادي المصري. وعدنان حلبية نجل رئيس النادي وعضو لجنة التعاقدات هو اللي بيتفاوض مع مرتضى، وهو علاقته مع أولاد مرتضى، ومرتضى علاقة جيدة وبيحبوا بعض. وقبل كده توسط عدنان حلبية ووالده سمير بيه حلبية لمصالحة الأستاذ عبد الناصر زيدان على مرتضى، ورفض عبد الناصر زيدان جملة وتفصيل، وكلمني أنا شخصيا سمير بيه حلبية ورفض. فالعلاقة مميزة، فيقدروا ينهوا الصفقة. 1.5 مليون جنيه مش رقم، دولار مش رقم، يعني 16-24. وعمر السعيد يعني دخلنا في 40 مليون، برضو فكرة كويسة، فكرة كويسة. هجيلكوا في موضوع شوبير، حاضر أنا معاك. فالزمالك متمسك اللي عرضه عنتر والسعيد إعارة ومبلغ مالي. المصري قال له لا، 1.5 مليون دولار يا حبيب قلبي، وعمر السعيد نهائي ومش عاوزين عنتر. كارتيرون تراجع عن فكرة ضم، خد بقى مني، ما القعدة بتجيب بعضها والكلام بيجيب بعضه، وأنا بشكر المصدر المقرب من مرتضى، بشكره جدا. مرتضى هتلاقيه يعرفه لوحده. كريم العراقي كان مطلوب لنادي الزمالك، بعد حمزة المسلوسي كارتيرون قال لهم لا ما تتكلموش فيه، انا خلاص حمزة المسلوسي وإيري بابل عاوزين تجيبوا حد يبقى سترايكر ويبقى مصري، مش عاوزين حد من بره، الا بقى لو في واحد واو وانتوا زي ما بتقولوا هتمشوا محمد أوناجم للسعودية، وفي كلام بقى ان محمد أوناجم جاي له عرض ب 3-4 مليون دولار، كلام كده ما يخشش الدماغ، لكن هنشوف ده في الفترة اللي جاية اللي بيتردد من شخصيات مؤثرة في القرار في نادي الزمان. فكارتيرون رفض كريم العراقي وتمسك بحمزة المسلوسي وحازم إمام وطالب بسرعة التجديد لحازم إمام. كارتيرون أيضا تمسك بالتعاقد مع مستر سامي الشيشيني واستمراره ورفض رحيله، وبات عودة سامي الشيشيني مسألة وقت بعد ما قررت الإدارة صرف 50% من المستحقات المالية المتأخرة لبعض اللاعبين والجهاز الفني والإداري، لأنهم ما قبضوش، وكارتيرون قفش وقبض وجد. طب الناس ده تاكل تراب، لا عندها عيال برضو. طيب، وسامي الشيشيني يعني خلاص على أبواب العودة إلى الجهاز الفني لنادي الزمان. طيب، أنا قلت لكم فكروني بمستر كابتن أحمد شوبير. النهاردة كابتن أحمد شوبير فتح على العاشر وفرم السباب اللعان الشتام في الإذاعة أون، وأنا طبعا ما بصحاش بدري عشان أتابع إذاعة أون، لكن لقيت حد ابن حلال بعت لي الكلام اللي قاله، وأعلى من قيمة مصر والحكومة المصرية،
وأكد على استمراره فيما يقوم به من التصدي إلى هذا الرجل السباب اللعان، وأكد على استمرار منهجه في اللجوء إلى القضاء والأخذ بالأسباب، وأكد على إقامة الدوري المصري والتزام الأندية كلها بإقامة الدوري المصري، وأنه لا يجرؤ أي نادي على إعلان موقفه بالانسحاب من الدوري المصري. فكابتن شبير له كل التحية وكل التقدير. طبعا في حدوتة كده البعض بيضايقه وبيكلم إعلام المصريين عشان ما يجددوش مع كابتن أحمد شبير. كابتن أحمد شبير قيمة إعلامية كبيرة، وما أعتقدش إن الناس ممكن إنها يعني إيه ممكن يختلفوا ماليا، لكن فكرة إن هم يسمعوا كلام حد أو حكاية أو رواية ده كلام عفى عليه الزمن. ما فيش حد النهاردة يقدر يتدخل في أرزاق الناس، خاصة الناس المتعاقدة مع